السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم إن شاء الله عن مرض متعلق بالإندو إكران، هو مالتيبل إندوكراين نيوبلازيا تايب 1 and تايب 2. نبدأ بمن تايب 1. بالنسبة للمن تايب 1 هو عبارة عن أوتوسومال دومينانت. نسبة حدوث هذا الديزيز ما بين أعمار 20 35 و 50 سنة هي 43%، 85% و 94% على التوالي. نسبة حدوث الإنسيدنس بشكل عام 1 لكل 10,000 إلى 1 لكل 100,000 شخص يحدث عنده هذه الإصابة. أول عرض من أعراض المين تايب 1 هي باراثيرويد ابنورماليتي. احنا عارفين انه الفانكشن للباراثيرويد هي انتاج الباراثيرويد هرمون الذي يعمل على تنظيم معدل الكالسيوم ضمن الحدود الطبيعيه في الجسم. ففي حاله الابنورماليتي للباراثيرويد يؤدي ذلك الى زياده في الباراثيرويد هرمون، يؤدي الى زياده معدل الكالسيوم في الجسم، ما يؤدي الى حدوث حاله هايبر كالسيميا. الآن هايبر باراثايروديزم هو عبارة عن موست كومن اندوكراين باثي عند تايب 1، يحدث حوالي بنسبة 95% عند مرضى المين تايب 1 في عمر 30 سنة. الهايبر باراثايروديزم هو عبارة عن الفيرست كلينيكال اكسبريشن لمين تايب 1، هو العرض الأول الذي يحدث ويظهر مبكرا عند مين تايب 1. نجد انه في الهايبر باراثايروديزم نجد انه الاربع جلاندز يحدث لها افكتد، وليس غدة واحدة من الأصل أربعة، وإنما الأربعة غدد من الباراثيرويد يحدث لهم إصابة بهذا المشكلة. الآن البنكرياتيك أبنورماليتي، إذا السكند فيتشرز الذي يحدث عند مين تايب 1 هو البنكرياتيك أبنورماليتي، ويحدث عن نحدث فيها تيومر وتحدث ما يسمى بجاسترونوما، وهذه هو عبارة عن موست كومن بنكرياتيك تيومر في البنكرياس عند تايب 1 بنسبة 40%. الجاسترينوما تؤدي إلى حدوث دياريا وأبدومينال بين بسبب البيبتيك ألسر. غالبية الانديفيدوال يحدث لهم إصابة بالبنكرياتيك أبنورماليتي اللي هم أعلى من 30 سنة، يعني ما أكبر من 30 سنة هم اللي بيكون عندهم البنكرياتيك أبنورماليتي. والبيبتيك ألسر يحدث بسبب زيادة إفراز الجاسترين، وزيادة إفراز الجاسترين تؤدي إلى زيادة في إفراز الـ HCL وحمض المعدة، مما يؤدي إلى إصابة بالبيبتيك ألسر. أنسيلونوما أيضا يحدث ورم في الخلايا المنتجة للأنسولين، وهذا يحدث بنسبة من 10 إلى 35% من الحالات، ونجد أنه هذا الأنسولينوما يحدث ما هم عند الأشخاص مرضى المين تايب 1 بعمر أقل من 30 سنة. طبعا عملية ارتفاع زيادة في إفراز الأنسولين يؤدي ذلك إلى حدوث هايبوغلايسيميا. العرض الثالث أو الأبنورماليتي في الغدة رقم 3 هي البيتيوتري أبنورماليتي، وفي الغالب يكون صاب الأنتيرو لوب وبيتيوتري إجلاند خلال أو عند مرضى من تايب 1. البيتيوتري تيومر يؤثر على المريض بإعطاء عدة أعراض، منها الصداع، منها خلل في الرؤية، وأيضا بعض الأعراض الأخرى المتعلقة بالخلايا اللي حدث فيها الورم. وبالتالي عنا إحنا معارفين إنه بيتيوتري جلاند في الأنتيريور لوب الخاص فيها يفرز ACTH TSH في FSH ولا H-prolactin الآن. وأيضا أينما حدث الخلل أو في أي خلايا من الخلايا الموجودة في البيتيوتري جلاند والتي تفرز هذه الهرمونات يؤدي ذلك إلى زيادة هذا النوع من الهرمون. ففي الغالب نجد أنه 60% من مرضى من تايب 1 يصابوا ببرولاكتينوما، يعني تيومر في الخلايا المنتجة للبرولاكتين. إذا حدث تيومر في الخلايا المنتجة للجروت هرمون يحدث أدينوما، وهذا يؤدي إلى أكروميجالي. الآن هناك بعض الأعراض لكن ليست مشهورة بشكل كبير عند من تايب 1، منها الأدرناليجن، ونجد أن الإصابة بالأدرينال جلاند نسبة حدوثها تقريبا أكثر من 40% في مرضى من تايب 1. الإصابة في الجزء الأمامي من القناة الهضمية بيحدث اللي هو فورغات كارسينويد تيومر في البرونكس في الثايموس والستومك، وأيضا يحدث لايبوما. الآن الخلل الذي يحدث في من تايب 1 هو خلل
في المن جين. هذا الجين الموجود على كروموزوم رقم 11 على اللونج ارم على باند 1-3. هذا الجين سباند او طوله 9 كيلو بيز. المن جين هو عبارة عن تيومر سبرسور جين مسؤول عن عملية إنتاج تيومر سبرسور بروتين يسمى مينين. هذا البروتين موجود داخل النواة. الآن المينين بروتين له دورمه جدا في تنظيم الترانسكريبشن. وجدوا أكثر من 400 ميوتيشن موجودة أو التعرف عليها من ضمن هذه الميوتيشن. بالنسبة للفحوصات الموليكولار جينيتك تيستينج التي تؤدي للكشف عن هذه الميوتيشن، نبدأ بالسيكونسينج للمن 1 جين على كروموزوم 11. بيبدوا يعملوا بي سي ار لتسع كودينج اكزونز والسبلايسينج سايتس، وبيعملوا شيكينج له على الجل، ومن ثم بيعملوا عملية سيكونسينج. الكلينيكال مانجمنت او آلية التعامل مع هذا الديزيز وكيفية الكشف عنه يبدأ ببعض الفحوصات المخبرية، منها البيوكيميكال تيست. نبدأ بالباراثايرويد هرمون، نجد ارتفاع في الباراثايرويد هرمون وارتفاع ايضا في الايونايزد كالسيوم. في حالة الجاسترينوما نجد ارتفاع في الجاسترين. في حالة الانسيلينوما يجرى فحص الفاستنج جلوكوز ونجده منخفض، ونجد ارتفاع في السيرم انسولين وارتفاع في السي بيبتايد. في حالة البرولاكتينوما نجد ارتفاع في البرولاكتين. العلاج الآن، لو كان مستوى السيرم كالسيوم أعلى من 3 ملي مول في اللتر أو ما يعادل ب 12 ملي جرام للديسيلتر، نجد أن هذا الشخص بيكون عرضة للإصابة بالكيدني ستونز أو حصوات الكلية، وبالتالي يجب أن يعالج لمنع حدوث الحصوات. ايضا في عندنا مشكله اخرى، انه ارتفاع الباراثايرويد هرمون يؤدي الى تحرير الكالسيوم من العظام، مما يؤدي الى حدوث مشاكل في العظام. لذلك العلاج بيكمن في عمليه استئصال جزئي او كلي للباراثايرويد جلاند. الان بالنسبه للمرضى اللي بيعانوا من جاسترونوما، يعطى بروتون بامب او سيرجيكال ريموفال لهذا التيومر. برولاكتينوما يعطى دوبامين اغونيست. الآن كملخص للإصابة أو لمرض المين تايب 1، إنه هذا المرض عبارة عن أوتوسومال دومينانت ديزيز مصحوب بعدة أبنورماليتي في عدة غدد، منها الباراثايرويد جلاند والبنكرياس والبيتيوتري. إنه المريض يعاني من تيومر، وهذا التيومر أصابت أكثر من ثلثين الغدد الموجودة في جسمه. الآن بيتم أيضا كشف هذا المرض عن طريق الميوتيشن الموجودة في من 1 جين الذي يعتبر بروتو أنكوجين. هذا الجين انكودد لبروتين يسمى بروتين هو مينين، وهذا المينين يعتبر تيومر سبريسور بروتين، وهو لوكالايزد ان نيوكليوس ومسؤول عن عمليه الريجوليشن للترانسكريبشن. فللتعرف على هذه الاصابه بيتم عن طريق الكشف عن الميوتيشن الموجوده فيها، وايضا يعتبر هذا الفحوصات بريدكتيف تستنج للفاميلي ممبر عند الناس او عند العائله المصابه بهذا الديزيز. النوع الاخر من المن هو من تايب 2. من تايب 2 هو مالتيبل اندوكراين يوبلازم تايب 2، وهو اوتوسومال دومينانت، يعتبر اندوكراين سندروم. في يوجد منه ثلاث انواع، من 2A من 2B وفاميليال ميدلاري ثايرويد كارسينوما او الاف ام تي سي. الآن مرضى المن تايب 2، كل المرضى وكل الأنواع من تايب 2 يعاني من ميدلاري ثايرويد كارسينوما. وجدوا أن 90% من تايب 2 وجدوا أنه عندهم MTC. نبدأ بالMTC. الMTC هو أول نيوبلاستيك مانيفستيشن بيظهر عند مريض المن تايب 2، وهو قد يؤدي إلى الوفاة. هو عبارة عن تيومر نادر، ولكن يحدث في الخلايا السي سيل الموجودة في الثايرويد إجلان، فيحدث عملية هايبربريزيا لا السي سيل مؤدي إلى حدوث الام تي سي. الآن في تقدم هذا الهايبربريزيا بيتحول إلى كارسينوما، وبالتالي بيحدث عملية ميتا استيسيز. الآن بالنسبة للسي سيل تفرز كالسيتونين، فبالتالي في حالة السي سيل هايبربليزيا أو الام تي سي يحدث إنتاج وزيادة في إفراز هرمون الكالسيتونين، وبالتالي نجد أنه لتشخيص الام تي سي الكالسيتونين هو
الهدف او التارجت لتشخيص الام تي سي، فبالتالي هو يعتبر تيومر ماركر للكشف عن الام تي سي. ثاني إصابة الفيوكروموسيتوما، وهي يعني تيومر في الكروموفين سيل الموجودة في الأدرينال مظلة، وهذه الخلايا منتجة للكاتيكولامينز الأدرينالين والنور أدرينالين. فالآن نجد أن هذا الشخص اللي يعاني من فيوكروموسيتوما له قدرة عالية جدا على إنتاج كميات عالية جدا من الكاتيكولامينز فجأة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ارتفاع في ضغط الدم. المريض يعاني من صداع، من تعرق، من زيادة في ضربات القلب وزيادة في البالبيتيشن، وفي حالات نادرة ممكن يسبب الموت المفاجئ. الآن بالنسبة للفيوكروموسيتوما دائما موجود بعد الام تي سي. إذن العرض الأول لمن تايب 2 هو حدوث ام تي سي ويليها فيوكروموسيتوما. وجدوا إنه الفيوكروموسيتوما موجودة فقط في من تايب 2A وB. التيومر هي هايبر باراثيرويديزم، فنجد أن هناك تيومر أدينوما في الباراثيرويد جلاند يؤدي إلى زيادة في ارتفاع الباراثيرويد هرمون، ويؤدي ذلك إلى زيادة في ارتفاع معدل الكالسيوم في الدورة الدموية، عن طريق أنه الباراثيرويد بيحفز عملية إطلاق الكالسيوم من البون، وبالتالي نجد أنه زاد معدل الكالسيوم في الدورة الدموية وزاد معدل الكالسيوم الذي يخرج عن طريق اليورين، فبنسميه هايبركالسيوريا، وهذا يؤدي إلى عرضة إنه الشخص يصير عنده رينال كالكولاي أو حصوات في الكلى. غالبية المرضى اللي عندهم هايبر باراثيروديزم لا يوجد عندهم أعراض، هذا الهايبر باراثيروديزم هو فيتشر لمن 2A فقط. بعض الفيتشرز المصاحبة لمن 2B وجدوا انه في عندنا حاجه تسمى مارفانويد بودي فيتشرز، يظهر في حوالي 75% من الحالات. المريض نجد انه قصير شديد القصر نحيف، يوجد ابنورماليتي في عظام الشست والسباين، وايضا بيكون عنده ضعف في المفاصل والاربطه، ويجد انه في وجهه تظهر عليه اولونجيتد فيس، يعني وجهه طولي، مع وجود شفاه منتفخة وأيضا عيون واسعة. الشخص أيضا اللي يعاني من additional feature في من 2B أيضا يعاني من mucosal neuroma. neuroma هي مقصود فيها ورم في الأعصاب الموجودة في الأغشية المخاطية، خاصة في ال distal part of lung of tongue اللي هو الجزء الخلفي من اللسان. هذا التيومر هو بيتكون من ألياف، وهي الألياف غنية أو متصلة بأعصاب، فبالتالي بيعاني من هذا التيومر بيكون مؤلم جدا. السبب في من تايب 2 هو خلل في جين ريت بروتو أونكوجين موجود على كروموزوم 10 على اللونج آرم 11.2 باند. يتكون هذا الجين من 21 إكزون، طول هذا الجين 53 كيلو بيز. هذا الجين مسؤول عن عملية اكسبريشن للريسبتور تايروسين كاينيز اللي يتكون من 1114 امينو اسيد، ووزنه الجزيئي 124 كيلو دالتون. هذا الريسبتور عبارة عن سيل سيرفيس ريسبتور، له دور مهم جدا في الترانزدكشن، وايضا له دور مهم جدا في عملية الديفلوبمنت. فوجدوا انه هناك عدة جينات مصاحبة للتغيرات المظهرية أو التغيرات الظاهرية التي تظهر على هذا الشخص، فنجد أنه حاجة تسمى جينوتايب فينوتايب كوروليشن إن من تايب 2. وجدوا أنه المصاب من تايب 2 يحدث عنده ميوتيشن في إكزون رقم 10 و 11 من تايب 2B على إكزون 15 و16، بينما الـ FMTC على إكزون 10 11 13 و 14. الآن بالنسبة للتيروسين كاينيز ريسبتور يتكون من عدة دومين، سيستين ريتش دومين وترانسميمبرين دومين، تيروسين كاينيز 1 تيروسين كاينيز 2. الآن المسؤول عن إكسبريشن لسيستين ريتش دومين هو إكزون 10 و 11، بينما تيروسين كاينيز 1 مسؤول عنه إكزون 13 و 14، تيروسين كاينيز 2 إكزون 15 و16. لذلك نجد أنه مريض الـ FMTC أو مريض من تايب 2 بيعاني من FMTC، نجد أنه بيكون عنده خلل في سيستين ريتش دومين وتيروسين كاينيز 1. بينما إم من
2A في تيروسيستين ريتش دومين من 2B في تيروسين كايناز 2. بالنسبة للفحوصات المخبرية التي تستخدم لتشخيص هذه الحالة في حالة الام تي سي، الآن معدل الكالسيوتينين، المعدل الكالسيوتينين الآن بيتم كشف عنه ويقاس قبل دقيقتين من إعطاء جرعة كالسيوم وتعتبر هي بيز لاين، وأيضا يقاس مرة أخرى بعد إعطاء جرعة الكالسيوم انترافينوسلي بخمس دقائق. فإذا وجدوا أن معدل الكالسيوتين أعلى ثلاث أضعاف من البيز لاين فهو يعتبر بوزيتيف تيست، وأن هذا الشخص مصاب بأم تي سي، أو اللي هو أو إذا كان أعلى من 300 نانو جرام للتر أيضا يعتبر بوزيتيف تيست. أما الفيوكروموسيتوما عن طريق تجميع يورين كوليكشن لمدة 24 ساعة وقياس معدل الكاتيكولامينز والكاتيكولامينز ميتابولايت في يورين تجميع 24 ساعة. بالنسبة للباراثيرويد أدينوما عن طريق قياس معدل الكالسيوم والباراثيرويد هرمون. أيضا بالنسبة للموليكولار أناليسيز عملية سكرينينج للإكزون 10 و11 و13 و14 و15 بالإضافة إلى 16 لكشف عن الخلل في الريت جين عن طريق الدايركت سيكونس. الآن في حالة إذا ظهر نيجاتيف لسيكونس لهذه الإكزونز السابقة بيتم الآن الكشف عن الـ 14 إكزون الأخرى. الآن لعمل تشخيص من تايب 2 عن طريق اللي هو عن طريق السيمتومز ظهور الأعراض بالإضافة إلى المولوكيولار أناليسيز، وأيضا يعتبر المولوكيولار أناليسيز بريدكتيف تيست للناس الات هاي ريسك في المنبر بيحمل ميوتيشن لهذا الجين. Thank you.